السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتي في القناه ديالكم ناصر رايس بلوت. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. اللي غادي نكون كما وعدتكم قلت لكم غدا غادي يكون فيديو جديد على الاي كوميرس. كما عارفين الاخوان درت فيديوهات مؤخرا، وليت كندير فيديو كل نهار، وكنوعدكم كل وقت تنقول لكم غندير فيديو غدا كنقول لكم راه بالله غندير فيديو وتنعطيكم الموضوع. داكشي علاش الفيديوهات السابقه قلت لكم غادي نوريكم كيفاش كنشري السلعه وكيفاش كنليستيها، كيفاش تتباع، كيفاش تدخل الاموال ديالك. هذه ما غاديش يكون فيديو واحد غيشمل فيه هادشي كامل. كما عارفين الاخوان انا ملي كنجي للشرح ديال شي تطبيق ولا شي شرح ديال شي موقع ولا شي عمليه كنحاول نبسطها داكشي اللي قديت، داكشي اللي تندير تنبسطو باش الناس كاملين يفهموا. هادشي علاش اخوان ديما تيصيفطوا لي ايميلز ولا تيهضروا معايا في الانستغرام تيقول لي ناصر عافاك شرح لينا هذا الموضوع هذا، حيت ما تلقاوش في الفيسبوك ما تلقاوش في يوتيوب كما تشرح انت المواضيع. داكشي علاش الاخوان هذا الفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش غنمشيو لعلي بابا كيفاش نشريو السلعه. هذا الفيديو هذا مختص للناس اللي عايشين في امريكا ولا الناس اللي عايشين في المغرب. الناس اللي عايشين في المغرب غادي يستحق ديرو لوكال. الا شريتو السلعه من الشينوا غادي تبيعوها غير في المغرب. ماشي علاش قلت هذا العام، علاش قلت هذه الجمله هذه هو انك ما غاديش تشري كيس مثلا، تشري كيس بدولار وغادي ديها للمغرب غتخسر عليها فلوس باش تديها للمغرب، وفي الاخر غتصيفطها ب 300 درهم من المغرب لامريكا وهي تتباع هنا الكيس تتباع ب 3 دولار. هادشي علاش عاوتاني الاخوان حاولت باش نعطيكم هاد المعلومات باش ما تسولونيش لتحت، سولوا في شي حاجه اخرى اللي مازال نسيت في هذا الموضوع هذا. اما بالنسبه للناس اللي عايشين في امريكا ولا عايشين في الدول الاخرى اللي متوفره لهم يقدروا يجيبوا السلعه ويحطوها في دارهم، غادي نحاول نشرح لهم حتى هما كيفاش يجيبوا السلعه، اللي هو فيديو وغيكون شامل الطرفين بجوج. اما تجيب السلعه تجيبها للدار تكون في المغرب، ولا تجيب السلعه فيما كنتي في فرنسا ولا في اسبانيا ولا في امريكا وتبيع، تعاود السلعه تبيعها اونلاين. الناس اللي كيسولوني شنو هو الفرق بين اليكسبريس ولا علي بابا. اليكسبريس هو انك تشري، الا كنتي تدير الدروب شيبينغ، الا كنتي تدير الدروب شيبينغ وبغيتي المنتوج تشري جوج ثلاثه الايرمز ولا البرودكتس. اما علي بابا تيقولوا لك خصك تشري من 100 للفوق ولا تشري 50 من الفوق، هذاك ما تيصلحش للدروب شيبينغ، هذاك تيصلح فقط تجيب تشري السلعه وتحطها عندك في الوير هاوس ديالك ولا في المنزل ديالك ولا المكان اللي غادي تحاول عاوتاني تبيع وتصيفطها للزبناء ديالك. كاينين الاخوان كاملين غادي يقولوا لي ناصر هذا الفيديو هذا بسيط جدا تنعرفوه علي بابا، ولكن ما بغيتكش تطيح في المشاكل اللي حنا طحنا فيها. و المهم غاتسيفي لك التايم بزاف، غاتسيفي لك الوقت وغاتسيفي لك الفلوس، وغادي تكون عندك درايه باش الا كنتي باغي تشري شي حاجه اخرى مره اخرى اللي هي بثمن كبير ما طيحش المشكل ويضيعوا لك الفلوس ولا يضيع لك الوقت. خصوصا تضيع الوقت، اما الفلوس اي حاجه تشريها من علي بابا فهي موثوقه ولا هي بالانشورنس ولا بالتامين، تعطوك التامين ديالها. باش ما نطولش بزاف نمشيو لعلي بابا ونشوفوا المنتوجات اللي نقدروا نشريو ولا نقدروا نجيبوها لعندنا للمنزل. كما تشوفوا الاخوان هذه هي الشاشه ديال علي بابا اللي هنايا تتبان لكم بالله. كما تشوفوا هنايا فقط انا باغي نبدا معكم من ازيرو، داكشي من زيرو. فتحت اي بي جديد اللي تيبان لكم يلاه تحتو دابا، عطاوني 250 ايرم لليستي وعطاوني 25000 دولار اللي نقدر زعما نبيع. اي اما نوصل ل 25000 دولار ولا نوصل ل 250 ايرم. المهم تيعطوك هاد جوج اختيارات، الا وصلتي الى ساليتي 225 غادي الاي بي غيحبس ما تقدرش تليستي الا في حاله الا مسحتي شي منتوج وباش دير منتوج في بلاصتو، ولا الا وصلتي ل 25000 دولار تما عاوتاني الاي بي تيحبس حتى الشهر القادم هو تيزيدك اي بي فاب تيزيدك في الليستين، ولا انت تتواصل معاهم عبر الشات تقول لهم بغيت نزيد حيت عندي منتوجات ومازال بغيت نحط في الاي بي. هذا موضوع، هذا اي بي جديد. باي بال جديد كما تشوفوها واحد فتحت باي بال جديد في 0 دولار، كلشي حتى هو بديه من الزيرو باش ان شاء الله بحول الله باش نعطيكم من نهار نعطي الارباح تقولوا ناصر راه بدا معنا من الزيرو ها في نوصل. انا الا شفتوا الارباح ديالي في الاكونت ديالي ما غاديش تقولوا بالله ناصر راه تيخبي علينا شي حاجه. ناصر فقط تيكرس هذه الكلمه هذه واش كاينه ولا لا، تنعطي الوقت اكثر من داكشي اللي تتعطيو نتوما. الا كنتي انت تخدم ساعه في السيمانه انا كنخدم 4 سوايع في النهار، الا كنتي تخدم انت 4 سوايع في السيمانه انا كنخدم 4 سوايع في النهار الاخوان، فقط مقابل البيسي ومقابل شنو كاين الجديد، واش داخل شي حاجه جديده ولا شي حاجه اللي يلاه تحطات جديده وعليها الطلب بزاف. هذيك هي الفرصه اللي ما خصنيش نفرط فيها، نحاول نجيب داك المنتوج ونبيعوه انا نكون انا الاول ولا انا السباق. المهم اي بي جديد
باي بال جديد، علي بابا اللي هو هذا. علي بابا هو هذا الاخوان تتفتح فيه الاكونت ديالك، تتفتح فيها الحساب ديالك في علي بابا وتتشوف المنتوجات اللي كتباع لك. بالنسبه لي انا مختص فقط في الالكترونيكس، انا مختص فقط اي حاجه الكترونيكس، اي حاجه مهم، اي حاجه فيها الالكترونيكس كان تنديرها تنبيعها. هذا الشيء اللي كاين. انتم بالنسبه للناس اللي دايرين لوكال في المغرب، غادي تشوفوا الناس تشوفوا شي حاجه اللي ما كايناش تتباع في المغرب. غتقولوا لي ناصر كيفاش الجمارك؟ هذه عاوتاني موضوع اخر ديال الجمارك. كما تشوفوا الاخوان هذوك الحوانت كاع اللي في درب غلف راه ما تيصايبوش المنتوج، راه ماشي تيصيفطوه لهم من درب عمر ولا شي حاجه بحال هكايا، هما راه تيجيبوه من شينوا. الا كاين كاين هذوك الكاستمز راه تيخلصوا راسهم. الا كنتي جبتي منتوج اللي هو يونيك ولا ما كاينش ما دايرش، راه تتبيعو بالثمن اللي بغيتي وتيخلص لك الجمارك وتيخلص لك المنتوج وتيخلص لك الفيز. ولا الا كنتي باغي تصيفطو من المغرب بالبوست تصيفطو تيخلص لك الفيز ديال البوست وتيبقاو لك الارباح الا كان منتوج اللي عليه طلب بزاف الاخوان. بالنسبه لي انايا الالكترونيكس، الا كان عندك مثلا الناس المغرب باغين يديروا لوكال باغين يجيبوا الالكترونيكس، الالكترونيكس ما غاديش يتباع لك في الجروبات فيسبوك، ما غاديش يتباع لك بزاف الحوايج. شنو غادي دير؟ الحاله الوحيده هي انك تفتح بوتيك ولا تفتح شي محل وتجيب السلعه ديال الالكترونيكس كما تيديروا الناس في مكناس ولا في كازا ولا اي مدينه. تتمشي تتخسر تيخسر لك شارجور، تتمشي عند واحد تيبيعو في حانوت. هذاك من الحانوت راه ماشي راه ما صايبوهش المغاربه، راه جايبو من الشينوا، راه جايب ستوك من الشينوا. داكشي اللي حنا تنبيعو اونلاين هو تيبيعو في الحانوت، تتمشي لعندو نتايا تتشري. هادشي للناس ديال لوكال الاخوان. اما بالنسبه للناس اللي تيبيعو بحالي اونلاين، غادي تحاول تسميتو، غادي تحاول تقلب على المنتوج اللي نتايا مرتاح فيه. انا ما غاديش نعطيك منتوج الاخوان نقول لك ها المنتوج اللي انا كنبيع، حيت كل واحد والمنتوج ديالو. انا لا تنبيع الالكترونيكس، كنبيع بحال قلتي الكابليات ولا تنبيع شي حاجه هذاك اللي تيست في الخيوطه ديال اللي تيست في الخيوطه، تنبيع شارجورات، مهم اي حاجه. شوفوا نتوما قلبوا على شنو الناس تيطلبوا في هذاك المكان ديالكم. تتقلب على المنتوج ديالك اللي بغيتي، مثلا انا نديرو بحال قلتي نديرو غير فون كيسز، مثلا غير فون كيسز. اما بالناس من المغرب ما تشريوش الفون كيسز الا في حاله الا كنتي باغي دير بوتيك عندك في الدار، عندك بوتيك في شي بلاصه تجيب السلعه. مثلا الحاجه الوحيده اللي ما بغيتكمش، المشكل اللي بغيتكم تطيحوا فيه، هو ان الاثمنه اللي تتشوفوا الان في اليكسبريس راه هي قابله للتفاوض، ولا ما عرف شنو بالعربيه، قابل تشطر معاه. مثلا الا كان دولار اعطيه انت غير 50 سنت، ماشي الثمن اللي تتبان لك ديما هنايا 0.45، ضروري نعطيها انا 0.45. من تتفاهموا على الثمن كيصيفط لك البيل، ولا تيصيفط لك فين تخلص. من تتبغي تشوف فين تخلص تلقاها هنايا في الاوردر، كما تبان لكم هنايا عندي انا هنايا اوردر، خصني مثلا خصني نخلصو هذاك. فقط انا خلصت ديجا كلشي مخلص عندي. تيصيفط لك الانشورنس، ولا تيصيفط لك التامين، وتيصيفط لك المعلومات ها شنو شريتي، ها الكميه، وها ها الطريقه ديال الدفع، وها لو مويان دو ترونسبور، مثلا الا واش غادي يجيك في السماء ولا غادي يجيك في البحر. المهم هذيك الوثيقه كامله تتوثق قدامك، تتحط قدامك، تيصيفط لك الاخ ولا الاخت، تيصيفط لك بحال هذه غير هي، تتكون عامره بالمعلومات اللي معمر البائع ديالك ولا السيلر ديالك. ان فوا الناس اللي مازال يلا باغيين يبداو في هذا الدومين، كاينين بزاف الحوايج اللي خصك تجنبهم. هذا هو موضوع رائع جدا وغادي تخصك تستافد منه بزاف. للاسف كاين الناس اللي تيبداو تيتفرجوا في الفيديو في الاول، كيوصلوا لواحد النقطه ما تنبينش لهم بالله راه ربحت الملايير ديال الدولارات وتيكيتي الفيديو، ولكن نسى بالله المعلومات تتكون ديما في الاخر، المعلومات المهمه تتكون ديما في الاخر، حيت دائما تنقولوا مقدمه العرض الخاتمه. شنو الاخوان تتصيفط لك انا تنتعامل مع البنات بزاف، تيصيفطوا لك اخوتي شي وحده بحال هذه، تيقولوا لك الشيبين ميتو، تيقول لك راه جاي في الماء ولا جاي في السماء. تيعمروا لك مهم الشيبين في، تيقول لك شحال غادي تخلص في الشيبين في هي شحال غادي تخلص باش غير يجيبوا لك المنتوج لدارك ولا البلاصه اللي بغيتي. هنايا تيقولوا لك انيشال بيمنت، اللي هو انيشال بيمنت هو داكشي كامل اللي غادي تخلص لهاد الشركه هذه. هذه هي اللي بغيت نقول لكم الاخوان، اللي هنايا فين اديشنال هذا الرومارك هذه اللي هي ضروريه جدا
وقليل من الناس اللي كيعرفوها. كاينين الناس اللي كيشريو منتوجات ومازال ما عارفينش هادو بالله، راه تيضيعوا بزاف ديال الفلوس الاخوه. كاين هنايا في الرومارك هنايا تتقول لهم بالنسبه للناس اللي خارجين من المغرب، الناس اللي خارجين من المغرب تتقول لهم ضروري تشوف الدوله ديالك واش تتخلص عليها الكاستمز ولا ما تتخلصش عليهم الكاستمز. مثلا الا كنتي، انا دابا في امريكا ما كنخلصش الكاستمز، ما تنخلصش الديوانه، نقولوها بالعربيه الديوانه ولا ديك الجمارك، عفوا الجمارك ما تتخلصش هنا في امريكا، ضروري خصك تقولها السيلر ديالك، ولكن ما تقولهاش له من الاول ديما، حتى تخلي تيعطيك التوتال، تيعطيك التوتال ديال تيقول لك مهم عندك 1000 دولار، ها هي 1000 دولار. من تيعطيك 1000 دولار عاد تقول له انا راني ساكن في هذه البلاصه، راه ما تنخلصوش الجمارك على هذه المنتوجات هذه، عاد تينقص لك الثمن. كاين الاوردر الاول، كان واقيلا الاوردر الاول شي كان شي 300 دولار، قلت صافي عطاني باش نخلص، قلت له راه ما تنخلصش الجمارك، هبط من 350 دولار هبطت ل 250 دولار. كاين عاوتاني الاوردر الثاني اللي فيه 3300 دولار، كانت حسباته عليا واقيلا بشي تقريبا هنا هبط ليا من 300 من 3000 من واقيلا 4000 ولا ما عقلتش، هبطت المهم ل 3000 دولار و300 دولار، 3300 دولار. هذه هي النقطه المهمه، ضروري من تكون انت ساكن بشي دوله اللي خصك تعرف الدوله واش تخلص الجمارك ولا لا، باش تقولها لهم في الاخر باش ينقصوا لك الاثمنه. ثاني حاجه هي الاخوان اللي تيطيحوا فيها الناس المشكل بزاف الاخوان، هو انك من تعمر لك هي هذه الورقه هذه ولا تعمر لك هذه الورقه هذه اللي هي فقط تامين باش المنتوج ديالك راه غادي يوصلك، الا ما وصلكش المنتوج ديالك راه غادي الفلوس ديالك غادي ترجع لك. تتقول لك بالله هنا ديما دائما دائما تيقول لك هنايا في هذه البلاصه هذه، تيقول لك بالله انا غادي نشد السلعه غادي نديرها في الكارطونه غادي نصيفطها لك وانت تتحمل المسؤوليه. فديك الساعه لا، خصك ضروري تصلح لهم، تقول لهم لا انا الا بغيت نشري هذه السلعه من عندكم انتم غادي تتحملوا المسؤوليه، واحسن حاجه تكتبها لهم لتحت هي ان تكتب لهم بالله انا بغيت المنتوجات يوصلوني حتى الباب ديال الدار. الخطأ اللي تيطيحوا فيهم الناس اللي تيشروا منتوجات هو انك من تشري منتوجات عبر البحر هو انه تيوصلك المنتوج في الايروبور، ماشي الايروبور، في البور هو الميناء، تيوصلك المنتوج للميناء، انت خصك تمشي تجيب المنتوج من الميناء. هنايا تكتب لهم في النوت، تكتب لهم انا الا شريت المنتوج من عندكم انا بغيت المنتوج يوصلني قدام الدار باش عاد نخلص. من تكتبها لك في النوت ولا تيكتب لك داكشي في النوت موثق تتشوفها مزيان تيعاودو تيصيفطو لك. انا راه من قبل ما تنشري المنتوج شي ثلاثه المرات ولا اربعه المرات تبقى نعاود لهم نصيفط لهم داك التامين عندك الانشورنس، تنعاود نصيفطها لهم باش يصحوها وتعاوتاني يردوها ليا، تنشوف عاوتاني واش كاين شي حاجه، تنعاود تنشوف حتى تلقى داكشي اللي بغيت انايا، عاد تنمشي تنكليكي على باي ولا خلص، عاد تنشري البضاعه ديالي وعاد تنجيبها لهنايا. هادو هما الاخطاء الاخوان اللي تيوقعوا فيهم بزاف. بالنسبه لهذا الفيديو هذا بغيت غير نعطيكم هذه المعلومات الشامله، ونديروا مثلا بحال حنا شرينا منتوجات وجبناهم الدار، باش الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله نوريكم المنتوجات اللي زعما وصلتني، وغادي نحاولوا كيفاش ليستيوها. بالنسبه للناس لوكال عندكم الناس اللي تبيعوا فقط في ديك المنطقه، راه كاين فقط الواتساب وكاين الفيسبوك جروبس، كاين تقدر تبيع حتى في سميتو، تقدر تبيع في افيتو، تقدر تبيع في افيتو والشيبين تخلص الشيبين وداكشي. الناس اللي تبيعوا في ديورهم مثلا من غير المغرب، انا بغيت نقصد من غير المغرب، الناس اللي عايشين في دول اخرى وجاب مثلا فرنسا والاوروبا كامله جابوا المنتوجات لديورهم، هذيك الطريقه سهله فقط غير من توصلك المنتوج تاتليستيك وتتشوف ديما الاثمنه شحال غادي تصيفط. مثلا انا تنشوف الثمن ديال المنتوج، تنشوف المنتوج مثلا هذا المنتوج هذا كنعبروا، اول حاجه كتعبروا، اول حاجه تدير تتعبر المنتوج تتشوف شحال فيه من كيلو باش تمشي للموقع اللي اللي تشري منه الليبل ولا تشري منه ديك الورقه اللي تتلصق في الجوا، تتشوف تقول له هذا راه فيه 2 باوندز ولا فيه كيلوغرام ولا فيه نص كيلوغرام، تيقول لك ها شحال باش غنصيفطوه لهاد المدينه هذه. مثلا كاينين مواقع بزاف اللي تيقول لك هذا الشيء، تيقول لك تقول لهم انا بغيت نصيفط هاد، بغيت مثلا نهضر على امريكان، بغيت نصيفط هذا من كولورادو نصيفطو لنيويورك،
شحال غادي تقام عليا الشيبين ديالو. تيقول لك 3 دولار 5 دولار باش تزيد هذيك 5 دولار تزيدها في المنتوج ديالك اللي هو الفيديو، غادي يكون ان شاء الله بحول الله الفيديو القادم اللي غادي نشرح لكم هذا الشيء كامل. المهم الاخوان، الناس اللي تيطلبوني على تيقولوا لي ناصر شنو نبيع، انا راه ما عمرني سولت شي واحد نقول له شنو نبيع. اي واحد تد الاصدقاء اللي تنعرفهم تيبيعوا عمرهم ما قالوا لي ناصر شنو غادي نبيع. انا ما غاديش نقول لك شنو تبيع، انت غادي تلقى داك الشيء اللي تيتمشى الناس اللي عندهم. انت راه خصك تكون ديجا قاري السوق شنو تيتباع وشنو ما تيتباعش. المهم الخوت، نتمنى يكون عجبوكم هذه المعلومات، نلقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.